بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي التلاميذ في حصة جديدة من حصص هندسة الطرق لمستوى السنة الثالثة ثانوي. هذه الحصة كاين تلاميذ طلبوا مني تمرين بكالوريا 2019 في مجال الديناميكا الحرارية الموضوع الأول. هذا هو حبيت نحله معكم إن شاء الله اليوم بدون إطالة. نص التمرين هو كالتالي: يحترق 1.32 جرام من البروبان، صيغته C3H8 الغازي، في مسعر حراري. معناها راح نستعملوا المسعر الحراري، وبين قوسين نهمل السعة الحرارية للمسعر. الآن بما أن السعة الحرارية للمسعر معناها C كالوري تساوي لكم ماذا؟ صفر. بداو كتعدوا تحلوا التمرين ولا تقراوه، بداو حطوا المعطيات. بما انه السعه الحراريه بما ان السعه الحراريه للمسعر مهمله، معناها كيو نتاع المسعر واش تساوي لكم؟ الصفر. واضح. يحتوي هذا المسعر على ماذا؟ على 723 غرام من الماء. نحرقوا فيه كميه من البروبان، وهذا المسعر يحتوي على ماذا؟ على 723 غرام. ترتفع درجة الحرارة بمقدار دلتا تي. شوفوا كان قادر ما يكتب لكش دلتا تي، بصح يكتب لك بمقدار 22 كلفن ولا 22 درجة إلى آخره. معناها كيقول لك بمقدار، كلمة المقدار يقصد لك دلتا تي. والآن دلتا تي هذه خلاص راهي ولو يعطي لك بالدرجة، ما فرضا يعطي لك 22 درجة، هذه راهي بالدرجة أو 22 كلفن كيف كيف. علاش؟ لأنه راه زاد لها أو دار عملية الطرح، لأنه راح حسب دلتا تي مباشرة. كي يجي يسألني يقول لي دلتا تي هذه بالدرجة نزيد لها الكلفن، ما نزيد لهاش خلاص، راه هو حسب دلتا تي فقط. خلاص. علما أن السعة الحرارية الكتلية للماء هي ماذا؟ هي 4.185 جول على الجرام في الكلفن. ألف، أحسب كمية الحرارة كي الناتجة عن احتراق كتلة البروبان. معناها نحسبه كي كومب مع تاع الاحتراق، كمية الحرارة الناتجة عن احتراق ماذا؟ البروبان. يعني واش راه عندنا؟ حنا كنا نحب عندنا كي نتاع الاحتراق وعندنا كي نتاع الماء، أما كي تاع المسعر تساوي صفر. معناها عندنا زوج عبارات لكمية الحرارة. ب، ما هي قيمة انطالبة احتراق البروبان الغازي؟ دلتا اش كومب. شوفوا كي اللي يقول لك الشيخ وراهم التمارين تاع العمل، هذا عباره عن تمرين عملي، هذا عباره عن كي تحسب هنا كي، هذه دلتا اش تستنتجها. دلتا كي تساوي دلتا اش تساوي لك كي عند ضغط ثابت اللي هي دلتا اش. واش تساوي لك؟ تساوي لك كي اللي حسبتها كومب على من؟ على عدد المولات. عندك الكتله وعندك الكتله الموليه، هذه تحسبها وتقسمها تلقى عدد المولات تاعك. معناها هذا الفرع الاول هذا كامل تمرين عبارة عن عملي، هذا شفتوه في العملي، موجود في العملي، درتو العملي. أول حاجة ذوبتو الأنواش كتلة، حسبتو كي نتاع الاحتراق تاع التفاعل، بعد ذلك واش حسبتو؟ حسبتو دلتا اش. نفس الشيء هذا نفس العملي كيف كيف. واضح. الآن السؤال اللي بعده: جيم، أكتب معادلة الاحتراق التام للبروبان الغازي. نكتبوا تفاعل احتراق البروبان، وانا علمتكم كيفاش تكتبوا تفاعلات الاحتراق للالكانات الالصانات الى اخره، راه كاين فيديو على هذا الشيء على تفاعلات الاحتراق، معناها ما درستوش في الباطل. دال، جد انطالب تشكل بروبان غازي، ويعطى لك المعطيات هذه. نواصل قراءة نص التمرين. ثانيا، احسب انطالب تشكل بروبان غازي من خلال طاقات الروابط، ثم قارن النتيجة. احنا نحسبوا دلتا اش باستعمال طاقة الروابط، والسؤال اللي قبله جد انطالب تشكل بروبان باستعمال انطالب التشكل. معناها احنا قرينا قانون هيس نحسبوا انطالب تفاعل او تشكل باستعمال عدة او تفاعل بعدة طرق، باستعمال طاقة الربط او باستعمال ماذا؟ طاقات او باستعمال انطالبية التشكل. وعدنا باستعمال ماذا؟ الحالة الوسطية. معناها عدة طرق. هنا هو حب يبين لك باللي نحسب انطالب التشكل باستعمال طريقتين ونقارنهم، يعني بالطريقة هذه طاقات الربط أو باستعمال ماذا؟ طاقات أو انطالب التشكل. ثالثا، لديك التفاعلين هذا: ألف، استنتج انطالب هدرجة البروبان الغازي.
معناها نستعملوا هذو الزوج ونحسبوا هذا اللي هو باستعمال الحاله الوسطيه. التمرين هذا شامل صح طويل شويه وفي اعاده للحسابات وطويل في الحسابات، لكن ماذا؟ لكن هو شامل لكل المراحل، ما فيش غير قانون كيرشوف. اما قانون هيس راح طبق لك قانون هيس بعده طرق. قلنا ب احسب انطالبي تشكل كلور البروبان السائل يعطى الان من هذا واش راح نستعملوا؟ قادر نستعمل هذه المعادله او هذه؟ دوك نشوفوا واش راح نستعملوا، يا اما هذه يا اما هذه، بعد نشوفوا واش راح نستعملوا. جيم جيت انطالبي تفكك الرابطه سي سي ال ويعطى هذا المعطيات. الان نشرع في حل التمرين. واش اعطانا؟ تبعوا معايا واش عطالك. اعطاونا في البدايه عطانا مسعر هذا، واش قال لك؟ قال لك نضع في هذا المسعر او يحترق في المسعر هذا كتله امه اللي هي تحدثك 1.32 غرام تعمل تاع البروبان. سعة المسحة او كمية او السعة الحرارية تاع المسعر تساوي لك الصفر لانها مهملة. قال لك مهملة. يحتوي هذا المسعر على ماذا؟ على ام تاع الماء. شحال الحجم تاعها؟ 723 غرام. ما عطالكش تي تاعها، ما عطالكش تي الاحتراق، واش عطالك؟ عطالك مباشرة دلتا تي. شحال تساوي؟ 22 كلفن. ألف احسب كمية الحرارة الناتجة عن ماذا؟ الناتجة عن احتراق كتلة البروبان. احنا واش عندنا؟ احنا رانا في مسعر الحل. هاي واش عندنا؟ مجموع كي واش يساوي لنا؟ الصفر. كي لي. واش راه عندنا الآن؟ عندنا كي تاع من؟ نتاع الاحتراق، وعندنا كي نتاع الماء. أما نحب نكتبهم بعد كي نتاع المسعر هذه مهملة. المجموع يساوي صفر. احنا واش رانا نبحثوا؟ رانا نبحثوا على كي الاحتراق، معناها كي كومب واش يساوي لك؟ ناقص كي اش 2 او. الان احنا نعرفوا باللي كي اش 2 او واش تساوي لك؟ وتساوي لك ناقص، نفتحوا قوس، السعه الحراريه، عفوا نكتبوها صغيره، السعه الحراريه تاع الماء في الكتله تاع الماء، نكتبها رمز تاعها الماء، فاش في دلتا تي. الان كي كومب واش تساوي لك؟ معناها تساوي لك ناقص 4 ناقص 4.185 في 723 في دلتا تي اللي هي 22. الان هذه الكتله راهي بالجرام، نخلوها علاش؟ لان السعه الحراريه باش راهي؟ راهي بالجرام الكتله الجرام. هذه الان كي نحسبوها راح نسبوها باللي كي كومب واش تساوي لك؟ ناقص 66566.6 جول. حولوها لكيلو جول، حولوها لكيلو جول، ماشي مشكل، حنا نخلوها هكذا، معليش، ماشي مشكل. نديروها هذه فاش؟ في إطار. هاديك. هذه كمية الحرارة الناتجة عن ماذا؟ عن الاحتراق البروبان. السؤال اللي بعده، ما هي قيمة انطالبي احتراق البروبان الغازي دلتا اش كومب؟ احنا واش نعرفوا؟ درتوا هذا 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 السؤال كذلك من العملي. احنا واش عندنا؟ عندنا كي، عفوا، عندنا كي لي بي واش تساوي لك؟ دلتا اش اللي هي هنا في حالة دلتا اش شنو هي؟ دلتا اش كومب احتراق. واش تساوي لك؟ تساوي لك كي احتراق على من؟ على عدد المولات. عدد المولات احنا واش نعرفوها؟ عدد المولات شنو تساوي لك؟ الكتلة على الكتلة المولية. نعوضها مباشرة، معناها معناها واش عندنا؟ عندنا يستلزم لك انه دلتا اش كومب واش تساوي لك؟ تساوي لك كي كومب فاش؟ في الكت
في الكتلة، على من؟ على الكتلة المولية، معناها نديرو المقلوب تولي، عفوا الكتلة المولية، عفوا الكتلة المولية تولي عندك كمية حرارة الاحتراق في الكتلة المولية، على من؟ على الكتلة. أو نحسبوا عدد المولات، هنا نقدر نحسبها آن واش تساوي لك، نقدر نحسبها، اللي نحسبها آن واش تساوي لك، واحد فاصل ماذا؟ فاصل 32، نقسمها على الكتلة المولية اللي هي 44، لأنه عندك هنا هاي اللي نحسبها هنايا، نحطها هنايا سي 3 ام سي 3 اش 8 واش تساوي لك 12 في 3 زائد 8 واش تساوي لك 44 غرام على المول. تروح تحسبها مباشرة، معناها دلتا اش كومب واش تساوي لك، لقينا باللي 66000 ناقص 66566.6 نقسموها على من؟ نقسموها على 4، عفوا ايه ماشي على 44، عفوا عفوا نقسموها على على الكتلة، عدد المولات اللي هي مازال ما حسبناهاش، نقسموا هنا نحسبوا عدد المولات قبل 44، هذه كي نحسبوها راح نلقاوها 0.03، معناها نقسموا هذه دلتا اش كوم على 0.03، هذه كي نحسبوها راح نلقاوها بشحال؟ راح نلقاوها عفوا هنا باش لقيناها ما درتش الوحدة، ايه بالجول، قلت راح نقسمو دلتا، نلقاو دلتا اش كومب واش تساوي لك، كي تحسبوها راح تلقاوها باللي هي 2218 ناقص 2218 فاصل ماذا؟ فاصل 88 وشنو؟ كيلو جول على المول. او تحسب هنا تعوض واش تساوي لك، دلتا اش كوم اللي هي القيمة اللي لقيتها تضربها في 44 وتقسمها على من؟ على، عندك طريقتين، يا اما تستعمل هذه وتعوض مباشرة، أو تحسب عدد المولات هنا بالمول، عفوا نسيت كلمة الحرف المول، وتقسمها على القيمة نتاعها وتلقاها هذا القيمة. ها نلقينا دلتا اش كومب، هذه نستعملوها فاش؟ نستعملوها في الأسئلة اللي راه جايين، واضح؟ اصبروا علينا باش نفتحوا صفحة جديدة. الآن السؤال طلب منا حساب مانا أو إيجاد أنطالبي قبل هذا الشيء، كاين سؤال هو كتابة ماذا؟ كتابة تفاعل الاحتراق، أنا نسيته، كتابة تفاعل الاحتراق، كتابة أو معادلة تفاعل الاحتراق، معادلة تفاعل، أنا نسيت السؤال هنا، معادلة تفاعل الاحتراق التام لي سي 3 اش منية الغاز. هاي نبدأ نكتب معادلة الاحتراق ووزنها، سي 3 اش 8 حالة غازية، يتم الاحتراق بوجود الـ O2 ينتج سي او 2 و الماء سائل. الآن سي الكربون راه مضروب في 3، نضربو هنا في الجهة 3، الهيدروجين 8 معناها نضربو فاش؟ في 4. الآن عندك 3 في 2 8، عفوا 3 في 2 6 ونزل لها 4 شحال؟ 10، معناها فاش نضربوا الاكسجين؟ نضربوا في 5. هنا وزن المعادلة، هذه علاش باش نحتاجوها الآن في ماذا؟ في حساب انطالبي التشكل، هذه عندها شنو؟ دلتا اش كوم تاعها، لأن تفاعل احتراق بروبان الغازي، دلتا اش كوم اللي حسبناها الآن. الآن جيت انطالبي التشكل بروبان الغازي، الآن واش راح نطبقوا؟ نطبقوا قانون هيس، هذا معروف. نحي هذه شوية الفوق. نطبقوا قانون هيس، معناها واش راح نديروا؟ عندنا دلتا اش كومب تاع تفاعل الاحتراق واش تساوي لك؟ مجموع ماذا؟ مجموع دلتا اش اف نواتج ناقص مجموع دلتا اش اف شكون؟ متفاعلات. خلاص، واش عندنا النواتج؟ عندنا الماء وعندنا سي او 2 متفاعلات، عندنا سي 3 اش 8، اما الاو 2 تروح دائما بصفر، معليش نعوضهم، اللي هي دلتا اش كومب واش تساوي لك؟ عندك 4 دلتا اش تشكل تامن تاع الماء حاله سائله زائد 3 دلتا اش تشكل تاع سي او 2
حالة غازية نغلق القوس ناقص المتفاعلات اللي هو دلتا اش تشكل تا سي 3 اش 8 حالة غازية زائد 5 دلتا اش شكون تشكل نتاع الاو 2 حالة غازية. هذا يروح بماذا؟ يروح بالصفر. الان تطبيق عددي مباشرة. نحوس على من؟ نحوس على دلتا اش تشكل تاع سي 3 اش 8 اللي هي تكون بالنقص. معناها ننقلوا هذيك من هي ونقلبوا دلتا اش كوب في الداخل. تولي عندك دلتا اش اف تاع سي 3 اش 8 حالة غازية. هذه راهي بإشارة نقص. هذه هي سبقتها بإشارة نقص. ننقلوها في الطرف الآخر ونقلبوا دلتا اش كومب للطرف الثاني. معناها هذه ندوها من هي وهذه نقلبوها. واش تولي عندك؟ تولي عندك واش تساوي لنا؟ تساوي لك 4 دلتا اش تشكل نتاع الماء زائد 3 دلتا اش تشكل نتاع من نتاع سي او 2 ناقص ماذا؟ دلتا اش كومب نتاع الاحتراق. الآن تطبيق عددي سي 3 اش 8 حالة غازية. وش يساوي لك؟ 4 في ماذا؟ في نتاع الماء اللي هي ناقص 286 زائد 3 في نتاع سي او 2 اللي هي ناقص 393 ناقص تفاعل الاحتراق اللي حسبناها اللي لقيناها ناقص ولك ناقص 2218.8. هذه كي نحسبوها دلتا اش تشكل تاع سي 3 اش 8 حالة الغازية راح نحسبوها باللي هي ناقص 104.2 كيلو جول على المول. أيوة هذه نديروها في إطار. ها نحسبناها باستعمال ماذا؟ باستعمال قانون هيس. باستعمال قانون هيس. باستعمال طاقات باستعمال انطالبيات التشكل. الآن السؤال اللي بعده باش ما نطولوش في التمرين طويل بزاف. احسب انطالبية التشكل. نحسبه بطريقة واحدة أخرى. حسبناه باستعمال انطالبيه التشكل لان راح نستعملوه باستعمال طاقات الربط. احنا نعرفوا باللي لازم نكتبوا اول شيء نكتبوا مخطط. مخطط التشكل سي 3 اش 8 حاله غازيه. نديروا السهم هذا منين يتشكل لك؟ يتشكل لك من عنصر الفحم سوليد. وتشكل لك منين؟ يتشكل لك من الهيدروجين غاز. وهنا نكتبوا دلتا اش تشكل سي 3 اش 8 حاله غازيه. نحوسوا عليها. هذه اللي حوسوا نحسبوها. الان نوازن المعادله. عندك الكربون في 3 معناها نضربوا في 3، الهيدروجين في 8 معناها نضربوا فاش؟ في 4. الان نديروا الحاله الوسطيه نتاعنا هذيك. نروحوا نكتبوا الجزيئات كامل. يتفكوا. بعد منا نروحوا لهي. تبقى معايا مليح. الان واش عندنا؟ تولي عندك هنايا نحولوا من صلب الى من حاله صلبه الى حاله غازيه. معناها 3 كربون حاله غازيه. هنا تولي عندك تفكك الرابطه 8 اش غاز. معناها التحول من صلب الى غاز شنو؟ سوب اللي هي سوبليماسيون. معناها 3 دلتا اش سوب نتاع من؟ نتاع الكربون. وهنا عندك 4 دلتا اش تفكك نتاع الرابطه اش اش. الان لازم نكتبوا الصيغه نسبه مفصله او الصيغه المنشوره لهذا الالكان باش شنو؟ باش نعرفوا شحال عندنا رابطه. احنا طاقات الربط عطاهم لك دلتا اش دي تفكك. اذا ماذا معناها؟ واش راح نديرو؟ احنا عندنا شحال عندنا بين السي والسي؟ عندنا زوج. معناها نديرو ناقص ونفتحو قوس اللي هي ماذا؟
اثنين دلتا اش نكتبهم كما عطاهم لك في الجدول. دلتا اش دي تعمل انت سي سي زائد، يعني دير قوسة، زائد ماذا؟ زائد دلتا اش اللي هي شحال رابطة؟ عندك ثمن طاقات رابطة بين السي والاش. هاي لك هاملك اش، كون تكتبوها مراهم هذون كامل طاقات رابطة. قلنا زائد ثمانية دلتا اش دي تاع السي اش، ونغلق القوس. الان كتبتهم بالسالب، علاش؟ سبقتهم اشاره لانها طاقه تفكك، وحنا راح تشكل لك العكس تاعها. او نكتبهم اذا حبيت ما نكتبش هذو، واش نكتبهم؟ نكتبهم واش راح نديرهم؟ راح نديرهم 2 دلتا اش تشكل اف سي سي، وندير زائد 8 دلتا اش تشكل تاع سي اش، هكذا بلا ما ندير الناقص. بصح من بعد باش نعوضهم، نعوضهم بالاشارات السالبه، بالقيمه تاعهم السالبه ماشي موجب، لان يعني دلتا اش تشكل سالب، دلتا اش دي موجب. والان هذه سبقته باشاره ناقص، نحذف هذه باش ما تخلطلكمش. الان نواصلوا حل التمرين نتاعنا اللي هو راح واش راح نكتبوا؟ راح نكتبوا دلتا اش، نرجع للمخطط، نرجع للمخطط، واش راح نكتبوا؟ راح نكتبوا، تبعوا معايا مليح، راح نديروا دلتا اش تشكل تاع سي 3 اش 8، واش يساوي لك؟ يساوي لك 3 دلتا اش سوب تاع الكربون زائد 4 دلتا اش دي اش اش ناقص هذه، ناقص ماذا؟ ناقص 2 دلتا اش دي سي سي ناقص 8 دلتا اش دي سي اش. هذيك نعوضها الان فيها، لان واش عندنا؟ قلنا عندنا دلتا اش تشكل تاع سي 3 اش 8 الغازي، واش يساوي لك؟ يساوي لك 3 دلتا اش سوب الكربون زائد 4 دلتا اش دي اش اش ناقص، نفتح القوس اللي هو 2 دلتا اش دي سي سي زائد شحال؟ زائد 8 دلتا اش دي تعمل تاع سي اش، يعني سبقتها بإشارة نقص. تطبيق عددي، معناها دلتا اش تشكل تاع سي 3 اش 8 حالة غازية، واش تساوي لك؟ 3 في ماذا؟ في 717 هذه تاع الكربون تاع سوب، زائد 4 تاع دلتا اش دي اش اش اللي هي 436، هذه يعطوها لك المعطيات، ناقص 2 تاع سي سي اللي هي 2 في 348، ناقص 8 في ماذا؟ في 413. هذه كي تحسبوها راح تلقوها دلتا اش تشكل تاع سي 3 اش 8 حالة غازية، راح تسيبوها ناقص ماذا؟ ناقص 105 فاصل ماذا؟ فاصل ما كحتى فاصل كيلو جول على المول. شوفوا الآن مقبل لقينا باللي دلتا اش في الحالة تاع طاقة التشكل نكتبها بلون مغاير، لقيتوها باللي هي دلتا اش تشكل نتاع سي 3 اش 8 حالة غازية، لقيتوها باللي 104 ناقص 104 فاصل ماذا؟ فاصل 2 كيلو جول على المول. هذا لما استعملنا ماذا؟ استعملنا قيمة الاحتراق في المسعر، واستعملنا طاقات انطالبية التشكل. الآن باستعمال انطالبيات طاقة التشكل واش لقيناها؟ لقيناها بلي هي ناقص 105، معناها القيمتين وشنو هنا؟ القيمتين متقاربتين، قيمة لما نحسبوها بانطالبية التشكل ولا نسويها بالطاقة الرابطة، القيمتان متقاربتان. تقريبا متساويين 104.2 و 105 تقريبا متساويين، واضح؟ الآن السؤال الذي يليه، وهو لديك التفاعل، أعطانا تفاعلين، أعطانا تفاعلين اللي هو التفاعل رقم واحد، نكتبه برقم واحد، هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين. قال لك احسب انطالبي هذا درجة البروبان باستعمال هذا،
الان راح نستعملوا ماذا؟ نستعملوا الحاله الوسطيه. احنا لازم من هذو التفاعلين لازم كيفاش نوصلوا لهذا التفاعل الثالث، هذا رقم ثلاثة. واش نديروا من التفاعلين؟ هل ترى نقلبوا نقسموا نجمعوا مباشره الى اخره؟ نشوفوا الان عندك سي 3 اش 6، سي 3 اش 6 راهي في المتفاعل في المعادله الثانيه، معناها ما نمسوهاش المعادله الثانيه. وسي 3 اش 8 راهي في المعادله الاولى في النواتج، اذا ما عندنا ما نديروا، معناها نجمع طرفا لطرف نجد، معناها نجمع الاولى زائد الثانيه. واش يلتزم؟ ايوا واش يستلزم؟ يستلزم انه دوك الان كي نجمع طرفين طرف، معناها هذه مع هذه نكتبوا بالاحمر احسن، هذه مع هذه تروح، وهذه الاش سي ال مع هذه الاش سي ال تروح. واش يبقى لك؟ يبقى لك انه سي 3 سي 3 اش 6 زائد ماذا؟ زائد الاش 2 حاله غازيه. واش وين تروح؟ تروح لسي 3 اش 8 حاله غازيه، معناها جمعنا طرفا لطرف باش لقينا درنا 1 زائد 2 حصلنا على المعادله رقم 3، هذه دلتا اش 3 لتساوي مجهوله. كيفاش نحسبوها؟ الان كيفاش نحسبوها؟ راح تكون دلتا اش 3 كيفاش حصلنا لها؟ حصلنا انطلاقا من دلتا اش 1 زائد دلتا اش 2 يستلزم ماذا؟ يستلزم ان دلتا اش 1 قيمتها حكينا اللي هي دلتا اش 3 واش تساوي لك؟ ناقص 52 ناقص شحال؟ 2 عفوا زائد ناقص 72، يعني علاش جمعنا طرفا لطرف. هذه كي نحسبوها واش راح نلقاوها؟ ناقص 52 ناقص 72 راح تلقاو باللي دلتا اش 3 واش تساوي لك؟ تساوي لكم ناقص 124 كيلو جول على المول. واضح؟ واضح. أيوة. ها نحسبنا الآن انطالبي هذا التفاعل باستعمال الحالات الوسطية. كيفاش درنا؟ شفنا المعادلة الأولى وشفنا المعادلة الثانية، معناها جمعناهم طرف لطرف مباشرة، ما قلبنا ولا معادلة، هذا التفاعل تفاعل بسيط لحسابه. الآن السؤال اللي بعده طلب منا احسب انطالبي تشكل كلور البروبان، وعطالك دلتا اش تاع الاش سي ال. الآن ما عطالك والو بصح عطالك المعادلة هذو السابقين، نرجعوا ليهم. واضح؟ نرجعوا للمعادلتين السابقتين. ما هي وراهي المعادله اللي توصل لك باش نقدروا نحسبوا انطالبي التشكل تاع هذا السي 3 اش 7 سي الكلور بروبان. كيفاش نحسبوا؟ كون نروحوا للمعادله مثلا رقم الاولى، المعادله هذه نرقمهم رقم 1 وهذه 2. المعادله الاولى نعرفوا باللي طلب منا سي 3 اش 7 سي ال، هذه نبحثوا عليها معليش. الاش 2 تروح بصفر، سي 3 اش 8 انطالبي التشكل تاعها موجود منين؟ من المعطيات السابقه. الاش سي ال عطالك وانطالبي التفاعل عطالك، معناها نقدر نحسبوا بالمعادله الاولى مباشره. كون نشوفوا المعادله الثانيه ما عندناش انطالبي التشكل تاع سي 3 اش 6، ما عندناش الاش سي ال عندك وكلور بروبان عندك وانطالبي التفاعل عندك، بصح هذه ما عندناش انطالبي التشكل تاعها. هي نقدر نحسبوها، على بالكم اللي نقدر نحسبوها؟ معناها التلميذ لو كان يزيد يطول روحه يقدر يحسبها منين؟ من التفاعل رقم 3 هذا. علاش؟ لانه انطالبي التشكل سي 3 اش 8 عندك واش 2 تروح بصفر وسي 3 اش 6 نحسبها باش نروح نعوضها، بصح تزيد خدمه على نفسك. لذلك نستعملوا مباشره التفاعل رقم 1 اللي هو هذا اللي هو سي 3 اش 7 سي ال حاله سائله زائد الاش 2 واش يعطي لك؟ سي 3 اش 8 غاز زائد ماذا؟ زائد الاش سي ال، هذا دلتا اش 1. نحسبه بهذا مباشره، بهذا نحسبه. واضح؟ الان واش راح نطبقوا؟ صافي راح نطبقوا قانون هيس مباشره، قانون هيس باستعمال ماذا؟ باستعمال انطالبيات التشكل حسب هيس
بلا ما نقولوا هذاك معناها دلتا اش نواه تش ناقص متفاعل نكتبوه هي بصح لازم تكتبها. واش عندك؟ عندك دلتا اش اللي هو واحد، وش يصير لك مجموع دلتا اش اف نواتج ناقص مجموع دلتا اش اف متفاعلات. هاي الان واش عندك؟ عندك دلتا اش واحد. علاش دلتا اش واحد؟ لان التفاعل رقم واحد، هذا رقم واحد رانا نخدمو بهذا، راح نديرو في اطار ها رانا نخدمو بالتفاعل هذا. واضح. اش 2 دلتا اش الشكل تاعها تروح بصفر، اما سي 3 اش 8 كاينه والاش سي ال كاين، كل شيء موجود. واش تساوي لنا؟ تساوي لك واش عندك؟ التفاعل الاول عندك دلتا اش تشكل نتاع من تاع الاش سي ال زائد دلتا اش تشكل نتاع من نتاع سي 3 اش اش سي ال شنو؟ غاز. سي 3 اش 8 حاله غازيه ناقص دلتا اش التشكل اللي رانا نبحثوا عليه اللي هي سي 3 اش 7 سي ال ناقص هذا ليكيد ناقص دلتا اش التشكل تاع الاش 2. هذا باش يروح بصفر. واش بقى لك؟ حوسوا على دلتا اش سي 3 اش 7 سي ال، معناها نقلوها مني راهي بالناقص تولي بالزائد، ودلتا اش 1 كي نقلوها في الطرف اللي منها تولي بالناقص، معناها تولي عندك دلتا اش اف تاع من سي 3 اش 7 سي ال ليكيد. واش يساوي لنا؟ يساوي لنا دلتا اش ماذا؟ اف نتاع الاش سي ال حاله غازيه زائد دلتا اش اف نتاع البروبان الغازي ناقص دلتا اش واحد. تطبيق دلتا اش تشكل لما للسي 3 اش 7 سي ال سائل. واش يساوي لنا؟ دلتا اش تشكل نتاع من نتاع الاش سي ال اعطاها لك اللي هي ناقص 92 زائد دلتا اش تشكل تاع البروبان. شوفوا نحسبوا الان هنا كاين اللي يقول لك نحسب ب 105 كاين اللي يقول لك نحسب ب 104 انت حر. احسب ب 105 والله احسب ب 104 انت حر. حنا نستعملوا ناقص 104 فاصل 2 لقيناه ناقص دلتا اش 1 اللي هي ناقص 52. هذه كي نحسبوها راح نلقوها باللي شحال تساوي لنا؟ تساوي لك ناقص 144 فاصل ماذا؟ فاصل 1 كيلو جول على المول. ها نحسبنا دلتا اش تشكل نتاع كلور البروبان سي 3 اش 7 سي ال عفوا ليكيدا. واش تساوي لك؟ ناقص 144 فاصل 1 كيلو جول على المول. ها نديتها في اطار. قلنا رانا حسبنا، شوف راح نسط عليها بالاحمر، حسبنا ب 100 ناقص 104 تقدر تستعمل ناقص 105 انت حر. هكذا تقبل الاجابه هذه لان حسبنا قيمتين نتاع دلتا اش تشكل تاع البروبان، انت حر في ماذا تستعمل. نواصل الان الفرع جيم. احسب او جيت ان طالب بتفكك الرابطه سي سي ال سي سي ال، قال لك احسب لي ان بتفكك الرابطه سي سي ال فاش لمن الكلور البروبان الكلور البروبان. الان معناها واش راح نديرو؟ راح نديرو المخطط باش نديروه تبعوا معي. معناها واش عندي؟ راح يتشكل لي اللي هو سي سي 3 اش 7 وشكون؟ سي ال ليكيد. بصح واش قال لك؟ او عطى لك عن طريق التشكل وعطى لك تاع التصعيد تاع الكربون وعطى لك تاع دلتا اش فاب تاع سي 3 اش 7 سي ال، لانه احنا واش رانا حسبنا من قبل؟ شوفوا كنا حسبنا، رانا حسبنا للسائل عن طريق التشكل السائل. هاي وراه هنا راه مكتوبه السائل ها ها
هاي بين قوسين ليكيد. وحنا دائما خلينا نخدموا في الطاقه تاع بالنسبه لطاقه الربط بالمخطط نحسبه بالنسبه للغازي. اما اذا اعطى لك السائل واعطى لك دلتا اش فاب نستعمل مخطط طويل اللي هو منين يتشكل لك هذا؟ يتشكل لك من الكربون سوليد ويتشكل لك من الهيدروجين غاز ويتشكل لك من الكلور اللي هو كذلك سي ال 2 غاز. ونديروا الحاله الوسطيه تاع تفكك الروابط، تفكك الروابط. الان هنا بما انه راح السائل معناه ينتج لك الغاز، بعد من الغاز نروحوا للحاله السائله باش ندخلوا قيمه انطالبي التبخر. نكملوا المخطط تاعنا. نديروا اسهم هنا واش نكتبوا دلتا اش وشكون تشكل نتاع سي 3 اش 7 سي ال شكون ليكيد ليكيد. وهنا واش عندك نوازن المعادله الكربون مضروب في 3 معناها نضربوا المعادله تاعنا في ال الفحم في 3 الهيدروجين في 7 معناها نضربوا في 7 ونقسموا على 2 لانها 2 مع 2 تروح تبقى لك 7 الكلور مضروب في 1 معناها نقسموا على 2. الان هنا عندك تحول من حاله صلبه الى حاله غازيه معناها 3 سي غاز. هنا نكتبوا دلتا اش سوب معناها تحول من صلب الى غاز هي سوبلوماسيو للفحم. هنا تولي تفكك الرابطه تولي عندك 7 اش حاله غازيه وهنا تولي عندك سي ال غازي معناها تولي عندك 7 على 2 دلتا اش دي اش اش وهنا نصف دلتا اش دي شكون سي ال سي ال. هنا واش نكتبوا؟ نكتبوا سي 3 اش 7 سي ال حاله غازيه لانه عندك غاز 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 زائد زائد حاله غازيه. واش يعطي لك؟ يعطي لك غازي. الان حنا نعرفوا باللي لما نتحولوا من حاله سائله الى حاله غازيه نكتبوا دلتا اش فاب. بصح حنا الان رانا من الغاز رايحين وين؟ رايحين الليكيد معناها نديروا ناقص دلتا اش فاب. هنا نجي نكتبوا ناقص دلتا اش فاب نتاع من؟ نتاع سي 3 اش 7 سي ال هاك. ايوا الان واش نكتبوا هنا فوق السهم هذا اللي في بالاسود؟ نكتبوا الطاقات اللي موجوده عندنا لانه سي سي ا 3 او لك الصيغه نتاعو النصف مفصله او المنشوره كيفاش تولي عندك؟ تولي عندك سي 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 بما انه كلور بروبان ما يهمنيش انا وين جا الكلور معناها يجيك سي ال هنا هنا اش 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 الى اخره. ما قالكش اثنين ولا المهم كلور بروبان ما يهمنيش يجي في المهم عنده رابطه يجي في الوسط يجي في الامام ما يهمنيش. معناها واش عندي طاقات ربط هنايا؟ عندي هنا اذا كانوا بزاف انا من الاحسن دائما واش ندير؟ ندير ناقص نسميه دلتا اش واحد والله انا نخدم بهذه الطريقه احسن. نخدموا بهذه نكتبها هنايا ناقص دلتا اش واحد والله دلتا اش واحد. ومن بعد نقول لكم دلتا اش واحد واش تسوي لكم؟ او تكتبهم كاين اللي يحب يكتبهم اكتبهم انت حر نكتبهم احسن باش يكونوا واضحين باش نطولوا السهم لان عندنا شويه عندنا وقت ثلاثه والله عندنا طاقات ربط. هاي واش عندك؟ عندك بما انهم موجبين معناها نسبقهم اشاره ناقص معناها ناقص 2 عندنا سي سي بين السي سي كاين زوج روابط 2 دلتا اش دي سي سي هاي كاين 2 ناقص شحال عندي بين السي والسي ال كاينه وحده معناها ناقص دلتا اش دي سي سي ال وعندك ناقص شحال وحده؟ عندك ناقص 7 دلتا اش شكون دي بين السي والاش كاين 7 احسبوهم عمليك كاينه هذه كاينه هذه 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 كي تحسبوهم كل شيء 3 و 4 7 السي سي ال كاينه وحده والسي سي كاين زوج. لانه واش راح ندير؟ راح نديروا باللي هذه دلتا اش تشكل تاع الكلور بروبان السائل واش تساوي لك؟ تساوي لنا هذه 3 دلتا اش سوب تاع الكربون زائد 7 على 2 دلتا اش دي اش اش زائد نصف دلتا اش دي سي سي ال
ناقص هذه 2 دلتا اتش دي سي سي ال ناقص 2 ناقص دي دلتا اتش دي سي سي ال ناقص 7 دلتا اتش دي سي اتش ناقص نزيد لهم هذه معهم ناقص دلتا اتش ماشي بما انها عندها مسبوقه بناقص معناها نزيدوها معهم ناقص دلتا اتش فاب. الان روحوا نطبقوها نفتحوا صفحه معناها واش تولي عندك تولي لك دلتا اتش تشكل تاع سي 3 اتش 7 سي ال حاله سائله واش يساوي لك يساوينا 3 دلتا اتش تاع من تاع السوب الكربون زائد ماذا زائد 7 على 2 دلتا اتش شكون دي تاع سي عفوا اتش اتش زائد ماذا زائد نصف دلتا اتش دي نتاع سي سي ال سي ال هذو في المتفاعلات ناقص واش عندنا ناقص 2 دلتا اتش دي سي سي ناقص 7 دلتا اتش دي تاع سي اتش وناقص ماذا ناقص دلتا اتش شكون سي سي ال ناقص دلتا اتش دي سي سي ال ناقص دلتا اتش شكون فاب نتاع من تاع سي 3 اتش 7 سي ال حاله سائل. حنا الان رانا نحسبوا في شنو دلتا اتش دي سي سي ال رانا نحسبوا هذه نحسبوها لان واش راح نديروا لها راح ننقلوها للطرف الثاني من هي وهذه دلتا اتش تشكل تاع سي سي ال ثاني نقلبوها للطرف الثاني هذا باش نصعبوا ما نقولوش كل شيء نقولوا غير هذه برك بما انها راها باشاره ناقص كي نقلوها من هي واش تولي تولي موجبه تولي عندك دلتا اتش دي سي سي ال واش يساوي لك يساوي لك 3 دلتا اتش سوب نتاع الكربون زائد 7 على 2 دلتا اتش دي اتش اتش زائد نصف دلتا اتش دي شكون سي ال سي ال ناقص 2 دلتا اتش شكون تاع بين الفحم والفحم طاقة الرابطة ناقص 7 دلتا اتش شكون سي اتش ناقص دلتا اتش فاب نتاع البروبان كلور بروبان الغاء السائل تبخر كي نقلبوا هذيك تولي لك ناقص شكون دلتا اتش تشكل نتاع كلور بروبان السائل دلتا اتش سي 3 اتش 7 سي ال ليكيد. الان تطبيق عددي واش يساوي لك تطبيق عددي عدنا 3 في 717 زائد 7 على 2 في شحال 436 زائد نصف فاش في 242 نتاع سي تاع سي ال سي ال ناقص 2 نتاع سي سي ناقص 2 في 348 هاك ناقص 7 في 413 هاك وناقص 27 اللي هي نتاع لافاب وعندنا 144 تاع الكلور الكلور البروبان السائل انا نقلبوها من تويلك بالناقص وعندها ناقص تويلك زائد معناها زائد 144 زائد 144 هذه كي نحسبوها راح نلقاو باللي دلتا اتش دي تاع سي سي ال واش تساوي لك تساوي لك 328.1 كيلو جول على المول نحسبنا 144.1 واضح؟ واضح
هذا هو التمرين تاع بكالوريا 2019. صح مليح كذا بس حسابات طويل شويه بالنسبه مقارنه مع التمرين الثاني في الموضوع التمرين الاخر في الموضوع الثاني هذا اطول منه. هذا هو التمرين اللي طلبته مني. شكرا لكم على حسن الانتباه والاصغاء. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.